الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته متابعينا مشاهدينا في كل مكان، أحييكم أجمل تحية وأطيب ترحيب في هذا اليوم الأربعاء الموافق الرابع من شهر يناير لعام 2023. اليوم هو أول أيام ختام مهرجان المؤسس في جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن العربية الأصيلة. اليوم هو أول الأيام، هو يوم الحقائق، يوم السرعة، يوم المفاجآت، ومسافة الأربع كيلومترات، وفي يوم الإبداع، وفي هذا الصباح الذي نشهد وإياكم فيه منافسات وتحديات جائزة الملك عبد العزيز في هذا الميدان، في ميدان الملك عبد العزيز لسباقات الهجن العربية الأصيلة. أجواء عالمية، أجواء جميلة، أجواء رياضية في وسط هذه الأمطار التي نسأل الله تعالى أن يجعلها أمطار خير وبركة، وينفع بها البلاد والعباد، ويرزقنا وإياكم ها في هذه الأمطار الرحمة دائما وأبدا يا رب العالمين. إذن على بركة الله انطلق هذا الشوط، انطلق شوطنا الرئيسي افتتاحية هذا المهرجان. انطلقت الأسماء والشعارات باحثة عن أول الأشواط الختامية في هذا الصباح. أسير في البداية مع زوما، زوما مع المركز الأول، وسعد بن محمد بن حمد آل صافية المري من يتقدم مع زوما مع المركز الأول. المركز الثاني هنالك المملكة، الله الله الله، وصلت بإنجازاتها محمد بن علي بن حمد الفيدة المري من يقدم لنا المملكة. ها هي المملكة التي شاهدناها وإياكم في الأيام القليلة المنصرمة في السباق التمهيدي، حضرت مع أول الأشواط الصباحية في ثاني أيام منافسات الحقائق. ها هي تأتي لتبحث عن إضافة هذه النقطة الثمينة وعن الشوط الرئيسي. المركز الثالث انتقل مع الهلالية، وفهد بن عبد الله بن جروح الشمري يصل مع الهلالية، أبناء حايل يتقدمون. المركز الرابع أرى وأتابع باركود، باركود مع المركز الرابع، ومحماس بن محمد بن مسفر الدوسري من يقدم لنا باركود مع المركز الرابع. المركز الخامس هنالك انتباه، وفهد بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي من يقدم لنا انتباه، وأيضا وصلت في هذه اللحظات وتسللت في هذه اللحظة لقاء، ومحمد بن سعيد بن حمد البريس المري يقدم لنا لقاء. ها هي لقاء أيضا تأتي صاحبة الشوط الرئيسي في أول أيام السباق التمهيدي في الفترة الصباحية. يا هي من شعارات، يا هي من أسماء حاضرة ومتواجدة تبحث عن إضافة المزيد والمزيد من الانتصارات والإنجازات، ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة مع زوما. زوما تتقدم بشعارها، زوما تتقدم برقصها العربي الأصيل مع المركز الأول، وسعد بن محمد بن حمد آل صافية المري من يقدم لنا زوما. ولكن يا صافية حذاري من الواصلة، المملكة بدأت تقترب، بدأت تتسلل المملكة في هذه اللحظات، ومحمد بن علي بن حمد الفيدة المري يقدم لنا المملكة التي تتسلل إلى المركز الأول، وعينها على النوماس، وعينها على الانتصار. المركز الثالث بن جروح، بن جروح الشمري مع المركز الثالث يقدم لنا الهلالية، الهلالية
عملية يا برج روح، ولكن بدأت الأسماء تصل وبدأت الشعارات تتدخل. وصلت سيوف ليصل حمد بن محمد بن حمد العاض المري من يقدم لنا سيوف التي بدأت تقترب بانطلاقاتها. المركز الرابع هنالك مخيفة وعبد الله بن علي بن راشد الجابر المري مع مخيفة، وأيضا وصلت تعزيز ورفيع بن سمحان الشمري. يا سلام يا سلام يا سلام، الله الكيلو متر الأخير يا مضمرين، الكيلو الحاسم الكيلو الفاصل. ولكن أين ستتجه السلامات؟ أين ستتجه في وسط المشاركة الخليجية؟ أيضا نرحب بجميع الضيوف، مشاركة كبيرة خليجية من الأشقاء، نرحب بجميع الأشقاء الحاضرين، نرحب بجميع الضيوف. ولكن عادت زومة مع المركز الأول. زومة عادت إلى مقدمة الشوط. المملكة مع المركز الثاني وثالث مخيفة، واقتربت في هذه اللحظات. يا سلام سيوف، سيوف وتعزيز، ولكن الأمتار الأخيرة، الأمتار الحاسمة عن الشوط الرئيسي، عن الشوط الأول. وين بيروح؟ وين بيروح الشوط الرئيسي؟ ولكن ما زالت زومة، زومة ما زالت مع المركز الأول، وبدأت تقترب مخيفة. هذا الشعار المخيف، هذا الشعار المرعب، المرعب بدأ تقدم مع المركز الأول، يتسلل مع لوحة 300 متر الأخيرة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، مخيفة مخيفة مخيفة، عبد الله بن علي بن راشد الجابر المري يذهب بالسلام. سلامي عليك يا المري، سلام، سلامي عليك يا راعي مخيفة، سلام. مخيفة مع الشوط الرئيسي، مخيفة مع السلام ومع الانتصار. تهانينا وألف ألف مبروك لمالك مخيفة عبد الله بن علي بن راشد بن علي بن راشد الجابر المري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني، وصلت المركز الثاني زومة وسعد بن محمد بن حمد آل صافي المري. المركز الثالث وصلت في المملكة ومحمد بن علي بن حمد الفيدة المري. المركز الرابع، متابعينا مشاهدينا الكرام، المركز الرابع في هذه اللحظات، والخامس بنتعرف عليهن في لحظات الإعادة في التوقيت الزمني. إذن متابعينا مشاهدينا الكرام، تهنينا وألف ألف مبروك لمالك مخيفة الذي كان حاضرا مع الشوط الرئيسي وحضر بشعار عبد الله بن علي بن راشد الجابر المر. التوقيت الزمني متابعينا مشاهدينا في كل مكان لهذا الوصول، لا لحظة وصول مخيفة إلى خط النهاية قاطعة مسافة الأربع كيلومترات، 6 دقائق 33 ثانية و72 جزءا من الثانية. المركز الثاني زومة وسعد بن محمد بن حمد آل صافية المري، 6 دقائق 35 ثانية 21 جزءا من الثانية. المركز الثالث سيوف حمد بن محمد بن حمد المري، 6 دقائق 36 ثانية 15 جزء من الثانية. المركز الرابع وصلت في المملكة لمحمد بن علي بن حمد الفيدة المري. المركز الخامس تعزيز ورفيع بن سمحان الشمري. إذن متابعينا مشاهدينا الكرام، تهانينا وألف مبروك لمالك مخيفة على هذا الفوز والانتصار. أول الأشواط الصباحية يتسجل مع عبد الله بن علي بن راشد الجابر المري. تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز والانتصار. وفي هذه اللحظات نحيل المايك للزميل عبد الرحمن بن هديان العتيبي.